السلام عليكم خالتي. ربي عدل، ورانا على مقربة على أيام رمضان، والكذب حرام. يعني صراحة شفت واحد الناس يبرتاجوا في واحد الفيديو على أساس أنه اعتدال لهذاك الطفل القاصر. في الحقيقة المقطع من فرنسا تاع ليجيلي جون. يعني الكذب عليكم حرام يا خوتنا، والله حرام، لا يجوز الكذب، المسلم لا يكذب، الدين تاعنا حرام. هذا هو الفيديو، شوفوا شاهدوا في فرنسا للشرطة الفرنسية وليس للجزائر. خلونا من الفتنة، خلونا من الآخر. عندك معارضة، عارض بنظافة، عارض باحترام. نحن ضد النظام، ضد النظام ذاك العام، لكن هذا الكذب على الناس وعلى تجهيل واستحمار الشعب الجزائري، أو ما يجوش الكذب على الجزائريين، لازم تناضل بنظافة مهما كنت. الله يهدينا. السلام عليكم.